هلا احنا كل يوم بنمر من نفس الشوارع تقريبا يعني مرات نفس الشارع بمر فيه في نفس اليوم اربع خمس مرات ومرات بمرش فيه مره بالسنه بس في شوارع بلاحظ انه انه في كل ما امر فيها الوحده واقفه مثلا هون او واقفه هناك او واحدة ثانيه هلا بتمر اول مره بتقول والله يمكن وحده خلصت دوامها بتستنى باص مر ثاني مره بتقول والله شكلها بتستنى تاكسي هلا بتمر بتلاقي مرق باص وما اشرت لوش ومرق تاكسي وما اشرت لوش بتقول ابصر شو شو مالها هاي بس تركز فيها كويس تفهم انه هاي عباره عن واقفه في الشارع بتستنى زباين بتضلها واقفه بمر الواحد بيقرب بقول لها قديش مش قديش بتفاهموا يا بتطلع معه بالسياره يا بتقول له الله يبعث وفي منهم بتوقف بتكون هي تنظم لاربع خمس بنات بيكونوا في شقه مثلا هي بتنسق مع الزبون بعدين بتحكي مع البنت بتقول لها جايكي واحد في المنطقة الفلانية معه سيارة كذا انزلي له أو اطلع لهم شبكة المهم هدول يوم ليل نهار بنشوفهم هلا شو النهفة؟ أحلى وحدة فيهم زي كندرتي فيش فيهم يعني وحدة بتشبه كل شيء إلا النسوان وعليهم زباين لا والناس قال بدفعوا لهم مصاري على إيش بتدفع لها مصاري عشان تنامها وحدة مصدية زيها أنا مش فاهم وواحدة واقفة في الشارع يعني زبون ورا زبون تغسيل ما بتغسلش وسوهم ماشي فاحنا صرنا حافظينهم بالوجه يعني حافظينهم بالهاي والله يوم طلعت معي وحده فيهم هاي صار لها واقفه في في شارع عبد الله غوشه فوق الثمان سنين ثمان سنين يعني معاها دكتوراه في الد... والله ركبت معي بهالتاكسي قال ايش عجبيها 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 انا ماشي عادي ولا كانها معي ولا شيء هلا بدي انكش مخاتي عليها فاللي زي هاي عن ايش بدي احكي معها عن السياسه ما مصلحه بدي اقعد افتح حديث اقعد احكي عن عن الطقس حكي فاضي والله هيك خبط لازم بقول لها ها كيف الحركه اليوم طلعت هيك بتقول لي يعني في ايام احسن بقول لها يعني انت صار لك فوق الثمان سنين واقفه بهالشارع بشوفك دائما هون بنفس القرنه ما جمعتي لكش مبلغ نظيف وبطلتي هالكار كله قال والله انا مطلقة وعندي ولد في الجامعة والله حلو هاي الولد في الجامعة وامه مش غلط كويس بلكي يطلع جيل احسن بس يعني قلت لها كيف بالجامعة شو بدرس انا بدي اعرف عن جد بالجامعة ولا هي علي قال في التطبيقية وبدرس كذا وبدرس قعدت تعطيني تفاصيل وضايل له فصل وعليه ثلاث ساعات وست ساعات اخ 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 اخت الشلن فاهمة كل الوضع اه قلت لها طيب يلا منيح المهم لما وصلنا اجت تدفع قلت لها بدي اعمل لك خصم عشان الولد اخذت منها نص التسعيره وانا برضه مش لهالدرجه كريم يعني اللي بتقول لي لا تكون بدك تصاحبني قلت لها لا يا مصدي والله متجوز صاحبني يعني اذا بدي اطلع كاني بدي اطلع على هيك اشكال بس موجودات ومعبيات الدنيا او شوفريه بيكابات وشوفريه تكاسي وشوفريه ما بعرف ايش واللي متقاتل مع مرته بيطلع بيحمل له واحده من هدول ولا حدا ضاببهم ولا حدا لاقطهم وهيهم باش الشوارع بس مين أكتر ناس بيعرفوهم شوف التكاسل التكاسي لانه بنشوفهم كل يوم احنا